ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي. مساك الله بالخير فواز. مساك الله بالخير لولو، يا مرحبا فيكم مشاهدي الكرام. اليوم راح نواصل كتابة التاريخ وقصة النجاح اللي بإذن الله راح نسردها في المستقبل على أبنائنا. المملكة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومساندة سمو رئيس الوزراء الموقر وقيادة سمو ولي العهد لفريق البحرين في هذه الأزمة، تمكنت من خلال الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا من الحد من انتشاره بإذن الله والقضاء عليه تماما، وهذا الأمر راح يتحقق قريبا بإذن الله الواحد لأحد بإذن الله يا فواز. إن شاء الله يا ربي بتحقق، وبتحقق بتكاتفنا واتحادنا. راح إن شاء الله نتجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها، وراح نستفيد منها للتطور والتقدم في كافة المجالات بإذن الله. صحيح يا لولو، اليوم هذه الأزمة ساهمت بشكل كبير في الاعتماد على التكنولوجيا في كافة الأمور الاجتماعية الإعلامية حتى الاقتصادية. اليوم نشوف أن التوجه أصبح أكثر لشراء الأغراض من خلال التطبيقات وحتى المواقع الإلكترونية. طبعاً الأمر اللي راح ينعش هذا القطاع بشكل كبير خاصة في هذه الفترة. أكيد موضوع الشراء الإلكتروني والتحول الإلكتروني مهم جداً، وأكيد اليوم في حلقتنا راح نتناول هذا الموضوع بكل أبعاده. خلكم معنا مشاهدينا بعد الفاصل. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ التصوير لما يوثق لحظاتنا الحلوة، لكن كل هاللحظات ممكن تختفي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا أبو أحمد أعاني من أمراض مزمنة، الموضوع اللي يسهل إصابتي بالعدوى إذا اللي حولي ما خذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. حياكم الله من جديد مشاهدين، راح نبدأ معاكم في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، استقبل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأيضا رئيس مجلس الأوقاف السنية ورئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، حيث قدموا إلى جلالة الملك المفدى خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقد أعرب الجميع عن جزيل شكرهم وتقديرهم على توجيهات جلالته السامية الكريمة بنقل صلاة الجمعة بحضور الخطيب وعدد من المصلين لنقل الخطبة وصلاة عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة والاستفادة الناس منها، وعلى التوجيهات وتوجيهات جلالته الكريمة لكل ما فيه خير للبلاد والعباد. بالفعل، وأشاد جلالته بالدور المهم الذي يطلع به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتعصب والدعوة إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة وزير الداخلية، يرافقه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ورئيس الأمن العام ورئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووكيل وزارة الداخلية ورئيس الجمارك، حيث قدم الجميع إلى جلالة الملك المفدى خالص التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأعرب جلالته عن شكره لمعالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة، مشيدا حفظه الله ورعاه بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة البحرين في المحافظة على أمن واستقرار الوطن وحماية منجزاته ومكتسباته الحضارية، بالإضافة إلى ما تقدمه قطاعات وزارة الداخلية من خدمات للمواطنين والمقيمين بجودة عالية وتقنيات حديثة والمساهمة في مكافحة فيروس كورونا، فضلا عن تسهيل إنجاز الخدمات الإلكترونية وتقديم تطبيق مجتمع واعي والذي يساعد في تتبع المخالطين ضمن جهود مكافحة كورونا.
وفي خبر آخر، رأس سمو رئيس الوزراء بحضور سمو ولي العهد الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد، وذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء. وقد أشاد المجلس بالأوامر الملكية السامية الصادرة عن جلالة الملك المفدى، وبما اتخذته الحكومة الموقرة بتوجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لضمان سلامة المواطنين والمقيمين ودعم الفئات المتضررة، وبما تم اتخاذه من إجراءات لتقليل من آثار وتداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا. هذا وقرر مجلس الوزراء تأجيل الأقساط المستحقة على الخدمات الإسكانية لدى بنك الإسكان لمدة 6 أشهر ابتداء من أبريل 2020. كما قرر المجلس بإيقاف تحميل الإيجارات أو تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان، الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان. مساك الله بالخير ومبارك عليك الشهر. أمسي عليكم بالخير والنور وعلى جميع المشاهدين، ومبارك عليكم الشهر وشاكر لكم هذه الاستضافة. يا مرحبا فيك. في البداية لو بنسألك عن كيف ستكون هي آلية التأجيل ومن هم المشمولين في هذا القرار؟ في البداية يعني أحب نعرب عن خالص عبارات الشكر والتقدير باسم سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وجميع منتسبي وزارة الإسكان إلى الحكومة الموقرة لصدور قرار تأجيل الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر، وكذلك إيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة 3 أشهر، وذلك اعتبارا يعني إن شاء الله من شهر أبريل. يأتي ذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. طبعا هذا القرار يشمل جميع المواطنين المستفيدين من خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك، بالإضافة إلى تمويلات القروض سواء الشراء أو البناء والترميم. وإن شاء الله بيقوم بنك الإسكان باعتبار الجهة المعنية باستقطاع الأقساط بوقف الاستقطاعات لمدة 6 أشهر. كذلك حبيت يعني أبين إلى وجود خيار يتيح لمن لا يرغب في وقف الاستقطاع وعنده رغبة بالاستمرار في سداد الأقساط، خصوصا يعني المواطنين اللي على وشك الانتهاء من سداد قيمة تمويلاتهم، بإمكانهم التواصل مع البنك وإشعار البنك بالرغبة في الاستمرار. نعم، جميل جدا. الدكتور خالد، لو يعني ودنا تقدم كلمة بهذه المناسبة. حبيت يعني أنوه بأن تأجيل الأقساط الإسكانية والإيجارات الشهرية للمحلات التجارية يؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد. وأحب أؤكد أيضا يعني نحن في وزارة الإسكان وكذلك الأخوة في بنك الإسكان على تم الاستعداد يعني لدعم جهود الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وندعو الله إن شاء الله يعني يرفع عنا هذه الجائحة في أقرب وقت إن شاء الله. نعم، الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان، الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك. وفي خبر آخر، شارك سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ممثلا لجلالة الملك المفدى في القمة الافتراضية لحركة عدم الانحياز التي دعا لها رئيس جمهورية أذربيجان رئيس الدورة الحالية للحركة فخامة الرئيس إلهام عليف. نعم، وقد ألقى سموه كلمة أكد خلالها التزام مملكة البحرين بمبادئ الحركة والمشاركة في أنشطتها والقضايا التي تناقشها، وبخاصة هذه القمة التي تعقد في ظل ظروف تستدعي وحدة الجميع للقضاء على وباء كورونا. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ الأمومة؟ لهفتي وسعادتي وأنا أشوف ولدي يكبر قدام عيوني، لكن
لهفة سعادة أي شخص ممكن تنتهي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا مخالد وهذه طفلي الأول، وبالعادة الأطفال ما يكون عندهم إدراك كافي لحمايتهم، واجبنا إحنا نحميهم. حياتهم حق، عاملها كأنها حياتك. مشاهدينا راح ننتقل الآن إلى لولو راح تستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضلي لولو. شكرا فواز، راح استعرض معاكم في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الاثنين 4 مايو 2020، حيث بلغت الحالات القائمة 1781 حالة، ووضع الحالات المستقرة ولله الحمد بلغ 1780 حالة، فيما يبقى شخص تحت العناية اللي نتمنى له الشفاء العاجل يا رب. أما المتعافون فيبلغون 1744 متعافي، والوفيات 8 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذوي الصبر والسلوان. وقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 149 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الاثنين في مملكة البحرين رصد 150 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 101 حالة لعمالة وافدة و48 حالة لمخالطين، وحالة واحدة قادمة من الخارج ضمن خطة الإجلاء، وتعافي 26 حالة. هذا كان كل ما لدي، وعودة لك فواز. شكرا لك دلوة. طبعا مشاهدينا الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. جميع المؤسسات والجهات في مملكة البحرين باتت تتأقلم مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس بطريقة جميلة جداً وبحس وطني عالي. بالفعل، واليوم شركة بنفيت البحرين باتت نموذج لتقديم أبرز الخدمات التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية، حيث أعلنت عن توفير خيار الدفع بالمحفظة الوطنية الإلكترونية للهواتف الذكية في مملكة البحرين، واللي معروفة في بنفيت بي، لدفع قيمة الوقود في جميع المحطات. نتابع معكم مشاهدي الكرام التقرير التالي، وبالتأكيد راجعين لاستكمال باقي فقرات البرنامج.
وللحديث عن الخدمات والدور الحيوي اللي تقوم به شركة بنفت البحرين، يسعدنا يكون معنا عبر الهاتف السيد عبد الواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت البحرين. أول شيء مساك الله بالخير ومبارك لك بشهر الكريم، وأيضا مبارك جهودكم الواضحة، وياليت يعني توضح لنا أكثر الخدمة الجديدة اللي هي عندكم، وهي خدمة الدفع لمحطات البترول. شنو أهميتها خصوصا في هذا الوقت؟ مساكم الله بالخير ومبارك لكم شهر، ومشكورين على الاستضافة. طبعا أول شيء إحنا اليوم طاقنا الخدمة، وراح نكون إحنا سعداء يعني هاي التعاون بيننا وبين شركة نفط البحرين وشركة بابكو وشركة طبعا بابكو للتزويد، وحتى هي الخدمة أو الجهة المالكة المشغلة محطات الوقود التابعة لبابكو. يعني هذه المبادرة هي يعني هذه هي التزام منا صراحة لتوفير حلول الدفع الإلكتروني وتلبي مختلف المتطلبات سواء حق الأفراد أو الشركات. وإحنا يعني بداية يعني نقول دائما شركة بنفت حريصين وملتزمين بتوجيهات الحكومة الرشيدة للتشجيع على إنجاز المعاملات والتعاملات المالية الإلكترونية، خصوصا في هذه الفترة وضمن المساعي للحد من انتشار فيروس كورونا. الخدمة باختصار هي خدمة يعني الله تعالى خدمة هي شنو تمكن المستخدمين في تطبيق بنفت بي لتوفير خدمة تدين اللي هي مكافأة الدفع الخاصة للتزود بالوقود، يعني سواء للدفع أو تعبئة الرصيد بطريقة إلكترونية بسيطة يعني وسريعة وآمنة وآمنة من خلال تطبيق بنفت بي. ويعني بيكون عند المستخدم بطاقة تدين افتراضية، يعني أي واحد يقدر أي كان في البحرين يقدر ينزل البطاقة بطاقة افتراضية، يعني حتى لو ما عندك البطاقة تقدر تنزلها، وفي في في شرح مبسط ممكن أي شخص يقدر يقدم عليه. وإحنا طبعا للتشجيع وعلى أساس أن الناس تستخدم هذا الخدمة، فساهمنا بهالمبادرة أن منحنا مستخدمي الخدمة باسترداد نقدي أو اسم الكاش باك بنسبة 10% يعني للشراء عبر تدين بنفت بي، خاصتنا في المحطات اللي هي لها علاقة بابكو، 5% للبطاقات عفوا للمحطات الخاصة اللي هي مو تبع بابكو خلال الحملة التسويقية، وسيتم إضافة المبلغ المسترد في رصيد بطاقة تدين. طبعا احنا اليوم بدينا أطلقنا الخدمة بدينا ب 11 محطة عفوا 13 محطة تابعة لشركة بابكو، بحيث ان ان شاء الله يعني ناويين في خلال خلينا نقول 10 ايام أو خلينا نقول 12 يوم إن شاء الله بنوصل إلى 52 محطة اللي هي منتشرين في كافة مناطق مملكة البحرين إن شاء الله. نعم علي، ما شاء الله عليكم كل فترة تطلقون حزمة من الخدمات الجديدة. ما هي أبرز الخدمات اللي تقدمها الشركة في ظل هذه الظروف تحديدا، وهل راح نشهد خدمات جديدة بعد انتهاء أزمة كورونا بإذن الله؟ اي ان شاء الله. هو احنا على طول يعني احنا في مجال التكنولوجيا الماليه، وخاصه هذه الايام يعني بتشوفين يعني المؤسسات والافراد في اقبال كبير. يعني انا بس بغيت اقول يعني اعطيكم بس لو احصائيه بسيطه، يعني من نزلنا التطبيق والتحديث البارحه. اي نعم سيد عبد الواحد جناحي موجود. 3500 شاب نزله واللي هو البطاقه الافتراضيه، تحس يعني او احنا نشوف ان صراحه هناك اقبال وترقب لهذا الخدمه من قبل المجتمع البحريني. في احنا طبعا ردينا سؤال تقول احنا في يعني عده خدمات ثانيه شغالين عليها اللي هو خدمه نسميها الدفع اللا تلامسي اللي هو نقول مجرد تقريب الهاتف لجهاز الدفع في المحلات، يعني يتم اتمام عمليه الدفع لما تجيب الجهاز قريب من اللي هو البوينت اوف سيل. وفي نفس الوقت البنفت بي احنا حاليا يعني يشتغل او في التحولات على خلينا نقول على مستوى البحرين، بس في عندنا مشروع ان شاء الله راح نطور هالخدمه ناخذها الى خلينا نقول التحولات الدوليه. فهذه عده المشاريع اللي احنا قاعدين نشتغل عليها حاليا. نعم، كل شكر لك سيد عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركه بنفت البحرين، شكرا جزيلا لك. تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية الذي تنتهجه وزارة الداخلية وبالتعاون والتنسيق مع الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في النخير،
والتي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. قامت المحافظات ومديريات الشرطة الأربع بمشاركة عدد من المتطوعين بتوزيع حوالي 93 ألف وجبة إفطار في عدد من مناطق المملكة. أكيد تأتي هذه المبادرة ترسيخ للمبادئ والقيم التي جبل عليها المجتمع البحريني وتعزيزا لثقافة العطاء والعمل التطوعي بين كافة مكونات الشعب، حيث سوف تتواصل جميع المحافظات ومديريات الشرطة بالاستمرار في توزيع الوجبات الغذائية طوال شهر رمضان المبارك بإذن الله. واحدة من أشهر الطقوس اللي ارتبطت بشهر رمضان الفضيل في البحرين عبر عقود طويلة، وهي مدفع الأفطار اللي نستبشر بصوته بحلول شهر رمضان وأيضاً بدخول يوم العيد. أكيد يا فواز، يعني وزميلنا عمار العماري حضر عملية إطلاق المدفع بالقرب من خليج البحرين ووثق لنا التجربة في هذا التقرير، خلينا نشوفه معاكم ويرجع. هو الذي لا تغيبه الظروف الاستثنائية ما ظهرت ولا يعيقه استمرارها، ليكون الصوت الحاضر عبر العقود الممتدة ما حل رمضان على مملكة البحرين. ولتاريخه الممتد علاقة وطيدة برجالات وزارة الداخلية المحافظين على موروثه بلباسهم التقليدي، يصونون تقاليده ويؤدون مراسمه ليبقى بأدائه الثابت على مر الأزمان. مرفع الأفطار هو موروث شعبي وتاريخي لمملكة البحرين، بحيث يتم استقبال شهر الفضيل بثمان طلقات من المرفع، وفترة ووقت الإفطار طلقة ووقت الإمساك طلقة. يتم توزيع المدافع على ثلاث محافظات اللي هي محافظة المحرق بالغرب من قلعة عراد، والمحافظة الجنوبية بالغرب من قلعة الرفاع، ومحافظة العاصمة بالغرب من خليج البحرين. وتبقى من أبرز مظاهر البهجة لإعلان وقت الإفطار جموع المواطنين والمقيمين الحريصين على اصطحاب عوائلهم لمشاهدة عملية إطلاق المدفع، ويبقى الالتزام بالقوانين والإجراءات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا هو السبيل لذلك اللقاء. مدفع عبي. مدفع واحد إلى جميع المدافع، خليك جاهز وانتظر العد. واحد، اثنين، ثلاث، ارمي. قسم ووعد نصون ونحمي البلد، ملك وحكومة وشعب، أرض وجو وبحر، البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلاً بعد جيل ينقل عهداً ورسالة، العمل بجهد وتصميم على أمن المواطن والمقيم.
حياكم الله من جديد. تحدي كبير تعيشه أو نعيشه في هذه المرحلة الاستثنائية، فبالإضافة لكل الإجراءات اللي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، في عدة إجراءات يجب أن يتم اتخاذها من قبل التجار والعاملين في المجال الاقتصادي من أجل الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة، وكذلك في الفترة اللي تأتي بعد فيروس كورونا إن شاء الله. أكيد يا فواز، يعني ودعا العديد من الخبراء ومؤسسات القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياتها واستثمار الأوضاع الراهنة في ابتكار وتقديم خدمات ومنتجات وحلول تواكب المرحلة القادمة. وأكيد للمزيد للتعرف على هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو رجل الأعمال السيد يعقوب العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة NGN العالمية لنظم المعلومات المتكاملة. مساك الله بالخير ومبارك عليك الشهر. مساكم الله بالنور أخوي فواز أختي لولو. يا هلا يا مرحبا. أكيد هناك عديد من الأسباب دعت لتسريع الانتقال الإلكتروني، لا سيما حتى احنا شفنا التوجيهات الملكية تأتي في هذا المجال، لو تكلمنا أكثر عن أهمية التحول الإلكتروني في هذه المرحلة. والله حقيقة أشكرك أختي لولو على السؤال. السؤال حقيقة مثل ما احنا يعني نشاهد خاصة في الظروف الحالية اللي تمر فيها يعني المنطقة والعالم بأسره، التحول الرقمي أصبح يعني أهمية ملحة، ونظرا لطبعا جهود الحكومه طبعا في استثمار مبكر جدا في يعني في التحول الرقمي واللي نشاهده اليوم، بدينا يعني نكسب ثماره. اهميته الله يسلمكم في سرعه انجاز المعاملات، في سرعه الوصول الى الخدمات يعني الحكوميه، وتحديدا يعني مجمل يعني التحول يعني بهالطريقه. صحيح. اليوم يعني فرض علينا وفرضت علينا جائحة كورونا العديد من التغييرات، منها في مجال التعليم ومنها في مجال الخدمات الحكومية، هذه المعاملات وهذه غيرها شلون تلمسونهم أنتم كرجال أعمال؟ والله يعني أنا ممكن أجاوبك يعني بتجربتي الشخصية. نعم. حقيقة في بعض المعاملات اللي كانت إحنا مثلا في السابق مثلا تحتاج إلى يعني جهات حكومية عديدة، سواء تزور منشأتنا أو تقوم يعني بتفتيش، اليوم أصبح بالنسبة لهم مقبول أن مثلا يعني معاملة كانت عندي مؤخرا مع جهة حكومية، فكان السابق أن مثل ما قلت جهات حكومية عديدة تزورنا، فطلبت من عندهم أنه يجددون ترخيص، قالوا من غير الزيارة صعب التجديد، فكان مقبول بالنسبة لهم مثلا بالفيديو. نعم. نصور المنشأة ونصور المكان، واستغربت أنا فعلا أنه هالشيء مقبول الآن وتجددت يعني الترخيص تجدد على هالأساس، فكنت أتساءل يعني ليش ما احنا نطبقه يعني مو بس يعني في فترة كورونا، على مدار بالضبط. صحيح. يسهل عملنا ويسهل إنجاز مثلا الوصول لغاياتنا مثلا، ف يعني اسهل لكم واوفر لهم في الوقت والجهد. بالضبط. ايوه اعتقد فواز احنا على طول احنا من نقعد مع اشخاص هنا نتكلم على التقنيه كلنا نقول لهم المواطن البحريني الواعي ما راح يرضى انه يرجع. أكيد. حق الاجراءات الطبيعيه. أكيد. اذا كانت الاجراءات أتمنى ممكن تتم الكترونيا وبسهوله. اتمنى ذلك. اكيد. وفريق الاعداد رصد لنا التحديات اللي تواجه الاقتصاد بعد كورونا، وعد لنا التقرير التالي، خلينا نتابعه معاكم وراجعين لاستكمال حديثنا مع السيد يعقوب العوضي.
حياكم الله من جديد. والاقتصاد بعد كورونا هو محور حديثنا مع السيد يعقوب العواضي رجل الأعمال في هذا المجال. سيد يعقوب، أنا عندي يعني أكثر من سؤال في سياق سؤال واحد، يعني بأخذ أكثر من شق في هذا السؤال. الشق الأول من السؤال، هل أثبت هذا التحدي نحن جاهزين بالفعل للتحول الرقمي؟ والله حقيقة يعني مثل ما ذكرت لك في السؤال الأول، يعني جهود الحكومة يعني واضحة جدا. الاستثمار المبكر في عمليات يعني الحكومة الإلكترونية والوعي اللي خلق من السابق، طبعا كلها نظرة استباقية يتراولي بإشادة الجميع حولنا، يعني في دول مجلس التعاون تشوفوا في السوشيال ميديا يشيدون بالبحرين، يشيدون طبعا كل هالشيء ما تم لولا يعني نظرة ثاقبة يعني من القيادة في موضوع يعني الحكومة الإلكترونية في ما بعد. وجود بنية تحتية قوية. ما في شك. نعم، والاستثمار في التقنية مثل ما ذكر في تقرير للبي بي سي بأن البحرين فعلا استثمرت وقدرت واستطاعت أن تحصد. بدينا نجني. نعم. نعم. بالضبط. نعم. الجانب الآخر يعني الوضع الاقتصادي والشركات أو القطاع الخاص، هل هو جاهز أيضا لهذا التحول الرقمي؟ والله أنا أشوف يعني الوقت الراهن والحدث اللي إحنا نمر فيه الآن يعني لابد إنه يكون مراجعة شاملة للشركات وتشوف أهمية مثل ما قلنا التحول الرقمي. التحول الرقمي مهم جدا للوصول لعملائنا، سواء عملائنا المحليين أو الإقليميين أو العالميين. فبإمكان اليوم أي واحد في البحرين بإمكانه يستخدم الأدوات المتاحة اليوم يسوق منتجه خارج البحرين خارج الإقليم. ف يعني اللي طبعا ما بدا يواكب التطور اليوم. صحيح. طبعا يعني فرصه كبيره له انه يراجع نفسه ويراجع يعني وجهته على اساس انه يحققها. يعني اكيد هذا التحول الالكتروني يحتاج الى بنيه قويه. صحيح. وانترنت سريع، فهل تعتقد بان البنيه التحتيه اللي عندنا موجوده في البحرين تاهلنا ان احنا نواكب هذا التطور العالمي في التحول الالكتروني والرقمي؟ والله أختي ما في شك. طبعاً شركة الوطنية شركة بتلكو سباقة كانت وما زالت في يعني في البنية التحتية، في استثمار في البنية التحتية. طبعاً هاي جعل البحرين، أعطى البحرين مكانة يعني أفضلية في المنطقة، والحمد لله والله الحمد يعني منطقة سمعتنا مرموقة في هالجانب. بالتأكيد أنتم كرجال أعمال تجتمعون بالتأكيد، ويعني الاجتماعات جانب مهم من إدارة مؤسساتكم المالية والاقتصادية وغيرها. اليوم بعد كورونا هل تقيمون هذه الاجتماعات بشكل عن طريق شبكة الإنترنت أو تقيمونها بشكل آخر مغاير؟ والله حقيقة يعني الوضع اللي احنا طبعا فرض علينا يعني نستخدم الاجتماعات المرئية. وهي نوع من التحول الرقمي، وأنا سعيد جدا أنه يعني مثل ما تعرفون الاجتماعات المرئية موجودة من زمان جدا. صحيح. ولكن أنا سعيد جدا أنه يعني أشوف مثلا على مستوى القيادة، على مستوى الحكومة، على مستوى التجار والأفراد بدأ يعني يلمسون قيمته. يعني أنا إذا أذكر مثال لي، أنا في السابق مثلا كنت مثلا إذا اجتماعات داخلية مثلا سهلة، ولكن لما يكون عندي اجتماع خارج أقابل عميل ولا أقابل يعني شريك لنا، فالانتقال نفسه كان يأخذ وقت وجهد. أكيد. فبينما كفاءتنا زادت في الاجتماعات المرئية، أنا بإمكاني اليوم أسوي 4 أو 5 اجتماعات في يوم واحد من غير ما أنتقل، وهم يمديني مثلا أسوي الإيميلات، أجهز نفسي حق الاجتماع الجاي، أو أخذ ملحوظات مثلا أطوفها. وسعيد جدا لما أشوف مثلا على مستوى القيادة بدوا يعني يستخدمونها، وأتمنى أنها تستمر لأن تزيد مثل ما قلنا يعني الكفاءة وفائدة استخدام وتقليل حتى المصاريف التشغيلية، يعني كثرة السفر وإغلاق المطارات بالتالي وحجوزات الفنادق وغيرها. أنت وفرت الكثير من الجهد وحتى المال. ما في شك. أكيد. حتى يعني على مستوى طبعا الداخلي، المستوى الداخلي أنت يعني إذا حتى بتقيس مثلا إذا عندك اجتماع في محرق واجتماع في الرفاع، انتقالك بين يعني المدينتين، ولكن أنت تجتمع بأفراد مثلا الفريق اللي عندك حول البحرين من هالأداة، فأداة صراحة مميزة جدا سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الشركات. أكيد. يعني أول سمعنا أن أنتم عقدتم أو عقدت شركتكم NGN مؤخرا منتدى حول تهديدات التحول الرقمي، ناقشتوا في عدد من المحاور من بينها أمن المعاملات المالية وعبر الإنترنت وكيفية إجراء معاملات رقمية مصرفية سلسة. لو تكلمنا أكثر عن هذا المؤتمر. والله أختي كان الهدف من المؤتمر يعني في الوقت الحالي اللي احنا فيه يعني نجد آلية نتواصل مع عملائنا في البحرين، يعني هم ان نخليهم على يعني على اطلاع باللي يصير حولنا، يعني بدل ما مثلا اسمع شركات او زملائنا او شركائنا يتكلمون الفرص مثلا صعبه، والان فبدنا نحاول يعني نبتكر طرق ان نكون اقرب لعملائنا ونزودهم معلومات اضافيه تهمهم وتهم طبعا صناعه الصرافه في البحرين تحديدا.
فيعني كان الهدف منها اساسا نطلعهم مثلا على يعني التقنيات الحديثه اللي موجوده اللي تساهم في تعزيز امن المعلومات بالنسبه لهم. اليوم التحول الرقمي اصبح ضروره مثل ما قلنا ملحه، وفي نفس الوقت الامن السبراني هم يجب ينظر له يعني بعين الاعتبار انه هو يعني تغيير مهم. نعم. ليش؟ لان اليوم المصارف اذا تنظرون لها منكشفه على الانترنت بطريقه يعني كبيره. نعم. وطرق وتواصل يعني افراد اللي احنا مثلا بانظمه المصارف كبيره جدا، قنوات كثيره. فاصبح بالنسبه لهم مثلا مهم جدا ان يواكبون الامن السبراني من ناحيه انه يعني اهم شيء انه يطلعون انه في مثلا طرق جديده. نعم. ممكن يحمون أنفسهم وشبكاتهم في هذا الجانب بالتحديد. يعني في الأمن السبراني تحديدا اليوم شبكة الإنترنت، أنتم كرجال أعمال لما تعتمدون على شبكة الإنترنت فيها هاكرز، فيها قراصنة، فيها غير يعني فيها بعض الأمور اللي تخوف منها رجل الأعمال خاصة من الناحية الاقتصادية والمالية لما يتعامل فيها. فهل تعتقدون أن اليوم الجانب الاقتصادي والإلكتروني بالتحديد محمي حماية تامة؟ والله حقيقة سؤال يعني مهم جدا. يعني الجواب يعني ببساطة ما في شيء اسمه حماية 100%. احنا كل اللي علينا يعني نستثمر في القطاعين، قطاع مثلا التقنية ان نجهز نفسنا، نحط الجهوزية التامة ونواكب التطور. في نفس الوقت يعني الجانب البشري، واحنا في NGN حقيقة نلعب الدورين. الدور الاول انه يعني نساعد في مثلا خلق الوعي والتدريب في الجانب الأمن السبراني، وفي نفس الوقت الطرق أو الحماية بالنسبة حق الجانب الأمن المعلومات. صحيح. ولكن هدفنا أنه يعني أولا نطرح أفضل الحلول يعني للبحرين، هاي الهدف الأساس، وفي نفس الوقت خلق الوعي بالنسبة حق البحرينيين. نعم. يعني جهود أكيد كبيرة قاعدة تقومون فيها في هذا الوقت تحديدا. نعم. وإحنا فعلا يعني نضم يدنا حقيتكم، والقطاع الخاص هو أكيد شريك فاعل خصوصا في هذا الوقت، وأثبتوا أن فيكم خير من خلال الحملة وحملة المساهمات الكبيرة اللي قامت بها البحرين، وشفنا القطاع الخاص شلون شارك مشاركة كبيرة وفاعلة في هذا الجانب. كل شكر لك السيد يعقوب العوضي الرئيس التنفيذي لشركة NGN العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة، شكرا على تلبية الدعوة والحضور. شكرا. بالتأكيد مشاهدي الكرام مستمرين معكم في برنامج مجتمع واعي، ولكن بعد هذا الفاصل.
في الحقيقة ما كان ودنا الأغنية تخلص مع هذه المناظر الجميلة من مملكة البحرين الحبيبة وحنا نشوفها في محافظة العاصمة. عموما نسائنا ورجالنا المتواجدين في الخط الأمامي للدفاع والتصدي لفيروس كورونا لهم كل المحبة والتقدير، ودائما ما يكونون على رأس عملهم في الوقت اللي احنا فيه وسط بيتنا ومع أهلنا. زميلتنا شوق العثمان زارت الدكتورة زينب في مركز إبراهيم خليل كانو للعزل الصحي وشاركتنا أجواء الفطور معها. أكيد يعني خلال هذه الزيارة دكتورة زينب تحدثت عن عدة أمور وزوايا سلطت الضوء عليها في هذا التقرير، خلنا نشوفها ونرجع نتابع معاكم. طاقات بحرينية تتجدد بالأمل بالله والابتسامة المخطوفة من فم المرضى، كلمات الدعاء تدفع أطبائنا للاجتهاد والمواصلة في عملهم مهما طولت ساعاته. احنا مفتخرين ان احنا في هذا المكان وان رب العالمين سخرنا يعني لهذه الخدمة. ثاني شيء يمكن المرضى هم جزء كبير من الدافع اللي يعطونا اياه في هذا الشغل، يعني دعوة كل مريض لنا واحنا نكلمهم واحنا ناخذ منهم التحاليل واحنا مثلا نقول لهم نتيجة كل عينة كل يوم، هذه الكلمات هي تشجعنا اصلا من المرضى نفسهم، مو بس احنا يكون يعني الدافع موجود احنا داخلنا وكلمات المرضى نفسهم اصلا يشجعوننا. رغم التغييرات اللي طرأت على حياة الدكتورة زينب الشخصية الا ان نظرتها الايجابية خلتها تشوف هالتغييرات من منظور ايجابي بحت. أزمة كورونا يمكن على الرغم من ان كل الناس تشوفها ان هي أزمة سلبية، أحد أكبر إيجابياتها يمكن كوننا عوائل ثانية، يعني كل مركز إحنا علاقاتنا فيهم كانت من قبل يعني في الأشغال العادية علاقتنا تربطنا ويا المرضى، يعني مثلاً المريض يحتاج كذي المريض يحتاج كذي، بس إحنا في هذه أزمة كورونا إحنا ساعات عمل مطولة فعلاً كوننا عيلة ثانية نشتاق لهم، يعني ساعات نكون في الويكند في بعض يعني مرة في الشهر نكون في 2 days ويكند يعني يومين ويكند نكون في البيت، فهذه الأيام صدق نحتاج نحس نحن مشتاقين لهذا المكان. خلال وجبة الإفطار كان الإلحاح على شيء واحد فقط وهو فرحتهم بالوعي المجتمعي اللي يشوفونه خلال هالتحدي الصحي. صح تحدي بس في نفس الوقت تفهم المجتمع ككل، تفهم العائلة، تفهم الأهل لهذه المشكلة بعد جزء كبير من حلها، يعني شعب البحرين ككل أثبت في هذه الأزمة أن احنا كنا إيد واحدة، الكل متطوعين، شفنا الناس اللي تبرعوا، أول شيء شعب متكاتف، ثاني شيء هذا الفريق كامل كان أثبت تنظيمه، يمكن الحين الدول الثانية قاعدة تأخذ تجربتنا اللي احنا الحين قاعدين مستمرين فيها. اليوم تفطرنا مع الدكتورة زينب، ولكن هناك آلاف الأطباء حول البحرين اللي يعملون في نفس العمل ونفس التوقيت، ولكن كل اللي طالبينه منا ان احنا نقعد في البيت عشان ينجزون عملهم على أكمل وجه. شوقي العثمان لبرنامج مجتمع واعي. فقرة من البيت تنفيذا لمبدأ التباعد الاجتماعي وتطبيقا لقرار العمل من المنزل للحد من الاختلاط في مواقع العمل، فريق إعداد مجتمع واعي كل يوم يعدون لنا فقرة جديدة. من وين يا لولو؟ من البيت طبعا، من البيت. أكيد، ومعنا عبر السكايب الزميل عبد الله الحسيني ومجهز لنا فقرة من بيتهم، خلنا نشوف معاكم. عبد الله مساك الله بالخير، لو تطلعنا على آخر الأخبار اللي عندك في السوشيال ميديا تفضل. يا هلا فيكم زملائي، أمسي عليكم بالخير والصحة والعافية وتقبل الله طاعتكم. أطلع عليكم من البيت بمجموعة من المقاطع لمواطنين عادوا إلى أرض الوطن من دول مختلفة وتواصلنا معاهم عشان يخبرونا عن تجربتهم خلال عودتهم للبحرين. ببتدي مع الطالبة روزا الحربي اللي تواصلنا وياها في حلقة سابقة وكانت في ماليزيا ورجعت الحمد لله بالسلامة، والحين هي في البيت تطبق الحجر الاحترازي الصحي، خلنا نتابع. من ماليزيا الإجراءات كانت جدا سريعة وبدون أي تعقيد، وطاقم السفارة كانوا متواجدين معانا من أول ما وصلنا لين ما ركبنا الطيارة. طاقم الطيارة كانوا جدا طيبين ويطمنون علينا ويتأكدون إنه مو ناقصنا أي شيء، والأجمل من كل ذي إن كانوا كلهم بحرينيين. وصلنا البحرين وحسيت براحة مو طبيعية إني رجعت لأرض الوطن. إجراءات الخيمة كانت جدا مرتبة
والموظفين كانوا جدا طيبين وما يحسسونا انهم خايفين من التواصل معنا، وخلصنا الاجراءات بوقت قياسي الصراحة. حابة اشكر كل جهود الحكومة الرشيدة وجميع سفارات مملكة البحرين في كل دول العالم على جهودهم انهم يرجعون كل الطلبة والمواطنين البحرينيين من الخارج، وشركة طيران الخليج على ترتيبهم لنا أول رحلة دايركت من ماليزيا إلى البحرين. والحين خلنا نشوف فجر وأمينة. ولا كنا أن قطعتوا علينا فطورنا وخايفين من سوالي السواب، يقول لي شوي بيألم بس ما عليك فجر. قلت له أوكي يلا. الشنطة نزلوهم من السير كانوا موجودين معقمين، يعني حتى في الخيمة مغطيين من فوق لتحت، بس بالإشارة يأشرون لك بالعيون، أول ما تلتفتين تلاقين أحد، مبارك عليك الشهر، الحمد لله على السلامة، ما عليكم إلا العافية. يعني هاي الأشياء البسيطة هي اللي خلت الفرق يصير عود. أنا وايد عجبني الابليكيشن، كلمة وايد شوي، وطيران الخليج حتى وإحنا في الطيارة ما قصروا، مشيس كل شيء، كل شيء ببلاستيك، ميودين قفازات، ميودين كمامات. الويوه البحرينية اللي شفتها كانت بشوشة وحليوة، وايد 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 فخورة جدا. المفروض ان احنا كنا متجهين حق احلى ايام حياتنا، نقضي شهر العسل في امريكا انا وزوجي فهد، لكن للأسف فيروس كورونا اجتاح العالم، فاضطرينا ان احنا نرجع الديرة من الطيارة لين الفحوصات واخيرا الحجر المنزلي 16 يوم، والحمد لله اعطي روحنا درجه امتياز لانه مستحيل كنا نخالط احد، واهتمينا بالاجراءات الاحترازيه، ولين اليوم هم بعد الحجر عندنا التباعد الاجتماعي شيء مهم في حياتنا. الواحد لو وين يروح ولو وين يلف ما يلقى الامان الا في ديرته، خصوصا اذا كانت ديرته البحرين. الحمد لله. شكرا لفريق البحرين كل في موقعه على ما يبذلونه واللي يقومون فيه من جهود من أجل صحة وسلامة الجميع، فأنتم رجال الوطن المخلصين والأوفياء. هذه كان كل اللي عندي من البيت، والحين عودة لكم زملائي. واللي عندك دائما مميز يا عبد الله، دائما مميز في تقاريرك وعملك من البيت. قبل ما نختم معاكم مشاهدينا بنبه عليكم على أمرين ما لهم ثالث عشان نتجاوز هالمرحلة بإذن الله. الأول الثقة وإحسان الظن بالله، والثاني العمل بجد والأخذ بالأسباب لكل ما يمكنها الحد من انتشار فيروس كورونا. لذلك عزيزي المواطن والمقيم، لا تتساهل أبدا بالموقف العظيم اللي تقوم فيه من خلال بقائك في البيت والخروج بس للضرورة وتحقيقك لمبدأ التباعد الاجتماعي، فهذا الأمر جدا مهم في هذه المرحلة بالتحديد. بالفعل فواز، كل شخص لازم يشوف شنو الأمور اللي واجبة عليه بهذه المرحلة وينفذها مباشرة. صحيح أن الأمر مو سهل أكيد صعب على بعض الأشخاص، ولكنه ضروري للمجتمع كله. اليوم لازم يتم تقديم المصلحة العامة على أي مصلحة شخصية. بالفعل خلونا دائما نتذكر أن في ناس موجودين في شهر رمضان ما يقدرون يتفطرون أو حتى يجتمعون على سفرة ويتسحرون مع أهلهم، في المقابل يعرضون حياتهم للخطر، والسبب أن الديرة محتاجة لهم ومحتاجة لتواجدهم في الخطوط الأمامية للحد من انتشار فيروس كورونا. فالله يعطيهم الصحة والعافية ووفقهم يا رب. آمين يا رب. وصلنا معاكم أعزائي إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم بكرة في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مجتمع واعي، فمان الله. مع السلامة.